من المخاطر من المشاكل، من سيساعدنا؟ من سيقف بجانبنا ولن يخذلنا؟ صديقنا كراك من الجدول سينقذ يومنا، كراك من الجدول سينقذ يومنا، إنه كراك من الجدول. زهرة عباد الشمس. مورتيمر، أنت شجاع حقا مثلي، ولكن هذا يخص الأولاد وليس الطيور. لقد حصل هذا الخطأ مع مورتيمر الرابع، ستحصل على بذور عباد الشمس فقط. والآن من أجل الاستمتاع بالاحتفال بعودة الربيع، أقدم لكما آخر ما تبقى من حلويات جدتي للعطلة. إنها رائعة، ليتني أتذوقها، لكن لدي حساسية تجاهها. إذن كيف سنتقاسمها؟ دعونا نقوم بمعركة رسمية، والفائز يحصل على القطعة الكبرى، وإن استطاع الخاسرون التقاط أنفاسهم سيتنافسون على الفتات. ها؟ إنه هامستر! انظروا لوجهه، يبدو أن هناك من يريد القليل من الكوكي. توقف، هذه كعكة جدتي أيها المتوحش، طارد هذا الهامستر. دعونا ننقسم أنا ومورتيمر، سنحصره من الجانب الآخر. مورتيمر حلق خلفي لمضاعفة قوتنا. أنا كيف أصطاده؟ وما هذا؟ أنبوب؟ مذهل، لابد من أنه زعيم الهامستر. مرحبا أيها الهامستر العملاق. يا فتاة هناك دخيل؟ رحالة متجولة وببغاء، حسنا أخبريني ما عملك، وإلا ستلقين في السجن على الفور. رحالة؟ اسمي كاسي، محاربة من الجدول، وهذا صديقي ذو الريش مورتيمر 38. اعذريني يا سيدتي، كان يجب أن أعلم بأن هناك ملكتين ستزورانني. أنا اسمي سان تشان، مديرة العمليات في هامستردام. هنا نعمل أنا ورئيسة الكوكي، تجوب المناطق المحيطة عبر نظام أنابيب الهامستر الأرضية المتطورة وتقدم التقارير إلي هنا. لذا عندما تسيران في الجدول تذكرا بأن الكوكي ستكون تحت الأرض في أي مكان وأي زمان عدا أيام الثلاثاء، لأنها ستكون في القفص داخل غرفتي. كوكي؟ أعتقد أنني قابلتها وهكذا وصلت. ها، إن هذا المكان رائع. إنها البداية فقط، سأريكما المكان. بقايا الكوكي تحتوي جوزة الطيب، القرفة، وحب الجدة. إننا نقترب. لا تأكلني! مجرد قطة، لا تقلق، إنها تأكل الأشياء الصغيرة كالحشرات والطيور و... تمهلي إن هاتفي يا رن. أهلاً كريغ. حسناً، لقد وجدنا الهامستر. حسناً، لن تصدق ذلك، ولكنني وجدت ملكتها. هاي، إنهما مع الكوكي. رائع، ولكن كيلسي أنا... اتجه من أمام شجرة المقايضة واتبع الأنابيب. إلى اللقاء. لقد دخلت في رقائق الخشب. كيلسي. هاي، أهلاً يا صديقي، رقب هذا. مرحباً. أين صغيرتي كوكي؟ داخل هذا. كوكي، ماذا تفعلين داخل الصندوق؟ سان، ربما علي أن أغلق الصندوق؟ أجل، فكرة جيدة، هيا أغلق الصندوق. أنا متأسفة حقاً يا سان، أعتذر، ليس عليك قول أي شيء، أعرف مهمتي. أتعلمين ماذا؟ ليس غريباً أن نخسر عزيزاً، عانيت من الفراق كثيراً سابقاً. هذا لا يبدو صحيحاً. أجل، أنت محقة، لقد امتلأت الأرض الخاصة بي، لكننا سنجد مكاناً مميزاً لأجل الكوكي. عندما فقدت مورتيمر الثامن، تشابهت الأعياد لدي، استغرقت وقتاً طويلاً لأتخطى الأمر، الشيء الذي ساعدني مشاركة ذكرياتي عنه، لأن حيواناتنا الأليفة تعيش في ذاكرتنا للأبد. ولتكريم ذكرى الهامستر الأليف المحبوب، لنتشارك ذكرياتنا عن الكوكي. كريغ، ماذا؟ قل شيئاً عن الكوكي.
كانت لذيذة؟ لا أقصد كوكي جدتك الهامستر. حسناً أذكر بأنها كانت لذيذة. حسناً أنت سيء في هذا جي بي. أمهليني دقيقة. لا بأس بأن تحزن جي بي. لست حزيناً، هذه حساسية. هذا أفضل. كانت هامستر جيدة، شكراً للاستضافة. مورتيمر. كان هذا لطيفاً مورتيمر. لا تقلقي سان، ستكونين بخير. سان، لما فعلت هذا؟ لكن أنا لا أفهم. أنا أحب جداً الملصقات المعطرة. جبن مشوي. أنا سعيد لأن حساسية الربيع اختفت وبإمكاني تمييز الروائح. أو لا، كانت تلك زهرة. مرت بضعة أسابيع ولكنني لا أتوقف عن التفكير بسان. قمت بالكثير من الأشياء لإسعادها ولكن لا أعتقد أن أي منها قد نجح. علي التحدث معها صحيح؟ على الأقل سأعرف إن كانت ترغب بهذه الملصقات المعطرة أو لا. أجل، أعتقد أنها فكرة جيدة حقا. سان، أنت هنا؟ حسناً، لدينا بعض الملصقات التي تعطي رائحة الطعام ذاته عند خدشها. فكرتها صعبة الشرح، تعالي شميها بنفسك. لا. متأكدة؟ انظري، هذه الملصقات تعطي روائح. فهمت، لكنني لا أريدها. استمعي سان، أعرف شعورك، ولكن ليس من الجيد أن تبقي هنا للأبد. أتعلمين عندما فقدت مورتيمر الثاني عشر بسبب الشح الشديد في البذور منذ عامين؟ لا، أنت لا تفهمين. ربما يمكنك استبدال طائرك، لكن سيلزم الأمر 100 هامستر ليعادل كوكي، لذا اتركيني وحدي. حسناً، فلتبقي هناك إذن. كنت أحاول المساعدة، وحظ جيداً في إيجاد 100 هامستر. حسناً. حسناً، لا شيء، لن يعد أنفذ نافع، يجب أن ينفجر بعد امتلائه بالملصقات المعطرة. لما قد يتخلى عن بوريس؟ بوريس، هل أنت بخير؟ فقد فأر بوريس ليلة أمس، وهو ليس الوحيد. فقد العديد من الأولاد فئرانهم. طوال حياتي في الجدول، شاهدت فقدان الحيوانات الأليفة، ولكن لا شيء مشابه لهذا. العدد المفقود كبير، قد يصل إلى 100. 100؟ أعتقد أنني أعرف أين يكون الهامستر. سان! أوه، كيلسي، عدتِ مجدداً. أرى أنكِ أحضرتِ أصدقائكِ وببغاءكِ. ما الذي تفعلينه بكل هذه الهامستر؟ أخبريني، ما فائدة قفص الهامستر إن كان فارغاً؟ أنا أعلم جيداً ما تمر به، ولكن علينا استرجاع الهامستر. أجل، هيا قوموا بهذا، سأعالج الموضوع بنفسي. سأكلمها من مربية لمربية. سوف أصعد إليك. لا تحاولي، أنا أعرف هذه الأنابيب جيداً. جي بي، لا تدع تلك الهامستر تهرب. أشعر بأنني مغطى بالهامستر، وهذا أمر مشابه لما يحدث في الواقع. اسمعي سان، آسفة لحدوث هذا، ولكن ما تفعلينه خاطئ. تظنين بأنك تعلمين كل شيء، ولكنك لا تفهمين. ساعديني على الفهم، ماذا تريدين؟ كوكي جديدة؟ يمكننا أن نذهب لمتجر الحيوانات الأليفة ونشتري هامستر. لا أريد كوكي جديدة، أريد كوكي القديمة، وأريد أن ينتهي هذا الشعور، ولا أريد أن أكون وحيدة. زهرة عباد الشمس؟ كانت تحب بذور عباد الشمس. أعتذر لأنني غضبت منك. فقدان عزيز ليس سهلاً. أنا أتذكر كل شيء ساعدني، ولكن نسيت أن الأمر يستغرق وقتاً. كانت كوكي صديقتي المفضلة، والآن أنا وحيدة. حسناً، لا أعرف الكثير عن الأزهار، ولكن سأساعدك في رعايتها. هذا لطف منك. الشمس أشرقت وزالت الغيوم، وزال عن وجهنا الوجوم.
الوقت يمضي والذكرى تبقى تمحي الهموم. المطر ينهمر فتنتعش الحياة وينمو كل شيء جديد. الحياة حلوة والأصدقاء قربنا، نبقي الهم عنا بعيد، نتسلى والكل سعيد. لا تحزنوا لا لا لا، افرحوا، سوف نكون معا في مغامرة في الجدول معا تماما كما خططت له.